مرحبا أستاذة إيمان العمادي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي. بداية نسأل عن استراتيجية قطاع التعليم. نحن نعلم أن وزير التعليم عرض خلال الأسبوع الماضي استراتيجية قطاع التعليم 2018-2022. ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية وما هي أهميتها؟ نحن طبعا كنا نعرف رؤية قطر 2030، ورؤية قطر هي عبارة عن اللي هو غايات أو طموحات هي، وهذه الرؤية طبعا ما تتحقق إلا عندما نضع اللي هو الاستراتيجيات. فلذا احنا عندنا استراتيجية التنمية الوطنية الأولى التي تلتها اللي هو أو تبعتها بعد ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثانية اللي هي 2018-2022. فلا يخفى عليكم طبعا احنا في يناير من هذه العام اللي هو 2020 كانت هناك اللي هو تحديثات صارت على اللي هو استراتيجيات اللي هو قطاع التعليم والتدريب. هذه التحديثات طبعا احنا شفنا اللي هو نقول وين اللي هي دروس المستفاده سابقا وقمنا نحدثها. فاحنا ركزنا على اللي هو 5 محاور رئيسيه في اللي هو استراتيجيه القطاع، اللي هي محور عندنا اللي هو الاساسي اللي هو الالتحاق، بعدين عندنا اللي هو التحصيل، بعدين عندنا اللي هو محور اللي هو المواطنة والقيم، بعدين عندنا محور القوى العاملة، وعندنا محور اللي هو التطوير المؤسسي. وهذه المحاور هي محاور أساسية جد يعني مهمة لكل اللي هو المؤسسات. في استراتيجية القطاع احنا ليست فقط وزارة التعليم، بينما معانا شركاء اللي هي الجامعات والمؤسسات التعليم الأخرى في دولة قطر، وأيضا معانا شركاء من وزارة اللي هو التنمية والوزارات الأخرى. فالاستراتيجية هذه مثل ما نقول حطينا فيها الأهداف أو وضعنا الأهداف، وفي نفس الوقت احنا ركزنا على جزئية مهمة اللي هو ربط الهدف بالمؤشرات والتي لم تكن موجودة سابقا. يعني هذا الشيء الآن نقول التحديث اللي صار على استراتيجية القطاع. كيف ربط الهدف بالمؤشرات؟ يعني حطينا اللي هو المحاور الأول، بعدين حطينا الأهداف، بعدين حطينا اللي هو مؤشرات. يعني كل هدف يكون له مؤشر يقاس، في قيم، في قيم اللي هو مستهدفة، في اللي هو طبعا اللي هو نحط لك تحط اللي هو القيمة الحالية الموجودة، بعدين حط اللي هو التارجت عندك بعد كم سنة في نهاية الاستراتيجية في 2022 كم راح تحقق من اللي هو أو كيف راح تحققها في نهاية الاستراتيجية. إذن كيف تتوافق استراتيجية قطاع التعليم مع رؤية قطر الوطنية؟ استراتيجية قطاع التعليم هي تحقق رؤية قطر. احنا عندنا رؤية قطر فيها 4 ركائز. أول ركيزة اللي هي ركيزة التنمية البشرية، احنا حساسا نحقق اللي هو الهدف من اللي هو من الركيزة البشرية اللي هي الأولى اللي هي سكان متعلمون. كيف يتم اللي هو تحقيق هذا الهدف؟ اللي هو بوجود نظام تعليمي يعني يوازي النظم العالمية ويواكب النظم العالمية عفوا ويوازي أفضل النظم في العالم. يعني فاحنا شلون نحقق هذه؟ بنحققها بوضع الاستراتيجية اللي احنا حطيناها والمحاور اللي احنا ركزنا عليها. يعني في النهاية احنا يهمنا ان احنا نحصل على طالب او خلينا نقول على مخرجات مثل اللي هو يكون الطالب طبعا قادر على التفكير وعلى استخدام اللي هو المهارات العليا في الابداع والى اخره. يعني فيكون في نفس الوقت ملتزم باللي هو بعاداته وتقاليده ومحافظ ويحترم اللي هو خلينا نقول يحترم اللي هو الثقافات الاخرى. تقصدين يعني هل ينتهي دوركم عند وضع الاستراتيجية؟ بمعنى هل هنالك آلية للتنفيذ وآلية للمراقبة ومتابعة أداء عمل الاستراتيجية؟ احنا بعد استراتيجية القطاع اللي هو قطاع التعليم والتدريب اللي ذكرناها، طبعا احنا في الوزارة عندنا استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي، طبعا استراتيجية الوزارة موائمة مع استراتيجية اللي هو القطاع. فدورنا لا يقف فقط على اللي هو طبعا وضع الخطط وإعدادها وتحديثها، لا طبعا. فاحنا نعرف اللي هو طبعا انت لما عندك احنا ما عندنا تارجت معين نبي نوصل له بعد في نهاية الاستراتيجية اللي هو 2022، فما نستطيع تحقيق هذا التارجت الا اللي حطينا اللي هو الآلية اللي ممكن نحقق هذه. فشنو الآلية تحققها؟ احنا في البداية طبعا لازم احنا نشوف وين وضعنا الآن اللي هو بالتحليل اللي هو مجنون تحليل الرباعي، نشوف وين اللي هو وضع الوزارة الآن ووين نبي نوصل مقارنة، نشوف اللي هو ذا بيست براكتس، نشوف اللي هو أفضل النظم اللي هو في العالم. فكيف نصل اللي هو إلى يعني احنا مش بس نشوف اللي هو وين مستوانا في اللي هو في الإقليم زي ما يقولون في بين الدول المحيطة، لا احنا أيضا نشوف اللي هو أين مستوى دولة قطر في اللي هو في النظم اللي هو مع يعني في الأنظمة اللي هو التعليم العالمية. فكانها بنش ماركينج يعني، فاحنا نشوف وين احنا وين بنوصل، وبعدين طبعا لازم يكون عندنا الادوات كي نوصل لهذه. فاحنا لما نحط الاهداف اوكي الهدف كيف سيتحقق؟ سيتحقق اما ان يكون اللي هو مبادرات استراتيجيه، وضع مبادرات مشاريع،
أو أن تكون اللي هو التحسين في خلينا نقول برامج اللي هو تشغيلية في الإدارة، يعني بوث، مش بس إنه والله حطينا خطة استراتيجية، حطينا مبادرة تتحقق، المبادرات هي جزء من اللي هو تحقيق الهدف. عندك اللي هو أيضا برامج تشغيلية اللي موجودة في الوزارة. أستاذ إيمان، نسأل عن دور المؤسسات الخاصة، وأنا هنا أعني المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، كيف تنظرون لهذه المؤسسات وما هو دوركم خلال وضع استراتيجية قطاع التعليم؟ احنا نفس الشيء، احنا في استراتيجيتنا ما همشنا اي، احنا عندنا استراتيجية الوزارة تشمل القطاع الحكومي، تشمل قطاع بوث، يعني القطاع الحكومي والخاص. لما نقول نتكلم عن الالتحاق، فأتكلم عن اللي هو الالتحاق فيه اللي هو الحكومي والالتحاق. اذا شفنا مثلا في نقص في التحاق في مدارس الخاصة، فهذا يصير الان في شراكة بيننا بين القطاع الخاص، بين القطاع الخاص فتح مدارس خاصة مثلا. عندك في التحصيل نفس الشيء، عندنا ايضا في مراقبة. احنا طبعا ممكن مش احنا إدارة المعنية باللي هو الإشراف، ولكن احنا عندنا قطاع اسمه قطاع التعليم اللي هو الخاص. طبعا هذا القطاع تحت الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص. هناك إدارات مختصة، عندك إدارة اللي هو مدارس الخاصة، إدارة تراخيص المدارس الخاصة، هذه الإدارة إدارة المدارس الخاصة هي الإدارة المعنية بالإشراف والمتابعة على اللي هو عمل المدارس الخاصة. سواء وهي أيضا اللي هو تراجع تشوف اللي هو خلينا نقول هي تراقب اللي هو تعيين المعلمين، تراقب اللي هو جودة المناهج، كل هذه تكون تحت اللي هو الإدارة هذه نفسها. لكن نعرف أن التخطيط الجيد سيؤدي إلى اللي هو الجودة في التعليم، بمعنى أنه والله إحنا لو لم تمكنك إذا حطينا تارجت، لو وضعنا تارجت معين نبي نوصل له في أداء الطلاب، فإذا إحنا لازم نعمل للوصول لهذا التارجت. مثل ما ذكرت أنت، إحنا دائما إحنا ركزنا عند وضع اللي هو الاستراتيجياتنا، ركزنا ان احنا نشوف اللي هو المؤشرات العالميه، ايضا نشوف مستوى دوله قطر للتعليم في المؤشرات الدوليه. المؤشرات الدوليه مثلا عندك اختبارات بيزا، عندنا اختبارات تيمز، هذه الاختبارات تشوف فيها اللي هو يعني الدرجات اللي تطلع من الاختبارات، راح تشوف اللي هو مستوى اللي هو دوله قطر مقارنه باللي هو الدول الاخرى. فهاي اللي قلته من شوي اللي هو شلون احنا الان، احنا الحمد لله مستوى دوله قطر في الاختبارات هذه جيدة، وليست يعني وفي ما شاء الله تقدم في الاختبارات، ولكن احنا نطمح للتقدم اكبر من ذلك، يعني نوصل اللي هو اعلى من ذلك. فالتخطيط الجيد في اللي هو في الاستراتيجية نفسها راح يؤدي الى اللي هو جودة اللي هو التعليم نفسها او جودة المخرجات. كل ما انت ركزت حطيت كل الافورت، سواء كان من ناحية المعلمين، من ناحية المناهج، من تحديد سياسة التقييم والآخرة، كلها هاي المبادرات اللي ذكرتها هي مبادرات استراتيجية. الآن إحنا عندنا مبادرة تطوير المناهج، عندنا مبادرة تحديث سياسة التقييم، عند هالمبادرات اللي هو المسارات المعلمين، هذه المبادرات كلها راح تتكاتف بحيث إن هي تؤدي في النهاية إلى جودة اللي هو مخرجات التعليم. يتم وضع في الاعتبار المتغيرات أو التحديات التي يمكن أن تواجه الاستراتيجية مثل جائحة كورونا فرضت على الطلاب والمؤسسات اللي هو التعلم عن بعد، ما هو دوركم في يعني في هذا المجال؟ أوكي. بالنسبة للي هو التخطيط الاستراتيجي، طبعا احنا نعرف ان هذه الاستراتيجية وضعت في اللي هو طبعا 2018 وتنتهي في 2022، وطبعا جائحة كورونا هذا شيء دخيل علينا، ما اقول او ما كنا احنا طبعا العالم كبره ما كان مستعد اللي هو للجائحة هذه، ولكن في نفس الوقت خلينا نقول احنا اجتهدنا وقبل اللي هو طبعا قبل ان تاتي هذه الجائحه، يعني في 2000 لو ترجع في 2016 تم انشاء اللي هو لجنه للتعليم الالكتروني. كان احنا طبعا احنا ما قلت لك من شويه ان احنا دائما نشوف اللي هو الانظمه في اللي هو العالم افضل النظم اللي هو في التعليم، ودائما بنشوف ان احنا يعني نكون احنا يعني على هذا المستوى، يعني احنا دائما نبحث ونشوف. فاحنا شفنا التعليم الالكتروني جدا مهم، فكان عندنا طبعا اللي هو لو سمعت عنها التابلتس اللي هو هذه من زمان، يعني كانت تابلتس. فالتعليم الالكتروني كان في نظام تعليم عندنا LMS، ما اعرف LMS بالعربي، فانيوي فنظام التعليم هاي LMS كان عندنا احنا. صار في 2016 اللجنه هذه تمت طبعا لجنه بتشكيلها برئاسه الوزير طبعا، فكانت يعني اللجنه هذه تشكلت وكنت انا طبعا ماسكه هذه اللجنه. فكان هدفنا في الوقت ذاك في 2016 ان احنا نبي نغير من اللي هو أنظمة اللي هو التعليم، أو خلينا نقول نبي نغير من طرق التدريس في المدارس. فقلنا ما نبي يكون التدريس تقليدي ويعتمد على الأمور التقليدية، فشفنا البست براكتس، فقلنا لازم إحنا نعلم طلابنا أيضا أنهم يعني ينفتحوا للعالم وأنهم يستخدمون اللي هو التابلت ويستخدمون
يعني الوسائل خلينا نقول التكنولوجية، فما يصير نحن ندرس لحين على العهد اللي هو احنا في القرن اللي هو 21، فلازم الطالب يكون يكتسب هذه المهارات. فكانت عندنا طبعا الأشياء اللي سويناها، شكلنا لجنة، فتحنا انشأنا قسم سميناه قسم التعليم الإلكتروني، وهذا القسم تحت اللي هو إدارة المناهج حاليا، إدارة المناهج. وهذا القسم هو القسم المعني انه هو يشرف على اللي هو جميع المدارس، وايضا يدرب المعلمين على استخدام اللي هو التكنولوجيا في التعليم نفسه. فطبعا تم تدريبهم ما شاء الله، وتم تدريبهم ايضا على اللوحة اللي هو سبورة ذكية، اتكلم عن 2016 وش الان يعني، فهذه كلها صارت. فاحنا يعني سبقنا الحمد لله، سابقين لهم يعني في الاشياء دي كلها، فسبقنا. وكانت في واجبات تعطى، وكانت في دروس تعطى في الالمس للطالب، ولكن قد لا يكون يعني كان مفعل بشكل كبير، ولكن كانت يعني مفعله بشكل جزئي مثل ما نقول. ولكن لما جاتنا الجائحه هذه، جائحه كورونا، فتعرف اللي عنده خلاص حاط البديل، فعلى طول لجأنا الى البديل اللي هو هذه اللي هو التعليم الالكتروني. وساعدنا طبعا الطلاب والمعلمين كلهم يعرفون يستخدمون هذا النظام مسبقا، فصار التركيز عليه اكبر، يعني صار اللي هو التعليم عن بعد. بالضبط، صار انتقال سهل، وصار المعلمين يعني عندهم السكيلز، وبالاضافه طبعا للتعليم اللي صار عن طريق اللي هو التعليم الالكتروني عن بعد، صار ايضا فيديوهات، اذا سمعت عنها الفيديوهات والقنوات التلفزيون واليوتيوب هذه كلها، حتى الدروس المصوره ايضا. دروس المصوره كانت من زمان، من 2015 احنا مشتغلين على دروس مصوره لكل المناهج، لمعظم المناهج، فيعني هذه كلها كانت موجودة سابقاً، ولكن يمكن ما كانت أو ما كان يعتمدون عليها الطلاب أو أولياء الأمور، لكن الآن نظراً للحاجة الشديدة يعني، فشوف الناس كلها لجأت إلى التعليم اللي هو الإلكتروني. شكراً أستاذة إيمان العمادي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي. عفواً.